طب عبد الرحمن كلمني برضو عن السنه دي، يمكن انت الحمد لله انضميت للمنتخب، انت لسه راجع من المنتخب من ايام انضميت لتدريب الفريق، كلمني برضو عن تجربتك مع الفريق الاول، خاصه ان انت لسه 22 سنه ما شاء الله صغير يعني. انا هو بقالي 3 سنين في الدرجه الاولى طبعا، يعني الفتره اللي فاتت دي كانت فتره جميله جدا، حتى احنا الفرقه اللي كابتن طارق كونها السنه اللي فاتت دي كانت معظمها جيلي ومعظمها شباب صغيرين. صحيح. الناس كلها كانت يعني مش معظمهم لعبوا اهلي، يعني النادي اهلي كتير يعني والماتش القمه يعني اول مره تحطوا قصدك في الضغوط دي بالظبط، بس كابتن طارق دخلهم في الفرقه بسرعه جدا، خلانا نبقى مع بعض، دخلهم حتى الشباب الكبار، كبارا سنا ده مقاومه كمان، يعني صحيح. ان هم صراحه خلونا نخش في وسط الفرقه، دي حاجه يعني كانت لا وانت كويسه لسه جدا. عندك كتير، خلي بالك عبد الرحمن، وعليك امال كتيره بالنسبه لجمهور الاهلي.